لما درجات الحرارة بتكون مرتفعة والشمس بتكون قوية، مين منا ما بيحلم بالبحر، شط البحر أو برودات البحر؟ وإذا مش قادرين توصلوا على البحر أو الشط مشاهدينا اليوم بديزاينز، جمانة أبو فاضل رح تجيب المي على الاستوديو بفكرة ديزاينز. أهلا وسهلا فيك جمانة. رح نبلش بالاستوديو إذا حب الفكرة رح يتبنوها عندنا بالبيت. المي، أجواء المي، صوت المي بالبيت وخارج البيت. خارج البيت. أول شيء هاي رولا، كيفك؟ أهلا وسهلا، أنا منيحة. أنا كثير مبسوطة إني معك اليوم لحتى سوا نحكي عن الفاونتنز. الفاونتنز يلي هي هيدي فكرة النافورة المي يلي أوتوماتيكلي بتحسسنا بالانتعاش وبالريلاكسيشن، بالراحة، وهيك بتدغدغ سمعنا لحتى تعطينا هالجو الحلو ببيتنا أو بالتارسس أو حتى بالجنينات عنا برا. اليوم انا جايبه معي كثير اشياء حلوه على الاستوديو، فيل وفير الصغير رح احكي لكم كلها عنها شوي شوي. اول شيء اسمحوا لي اقول لكم كيف بلشت فكره النوافير. دائما وقت بدنا نقول فاونتن او نافوره دغري بنتذكر نرجع قرون لورا، نرجع قرون، واول شغله بتتخيليها رولا هي النافوره المبرومه يلي بتكون موضوعه بحديقه او قدام بيت، قدام قصر، قدام فيلا، حتى بساحات بلديه، بالامكنه العامه، قدام هوتيلز كبيرة أو حتى مولز. يعني هالفكرة من زمان وجاية موجودة بقوة، ولكن مع الوقت اتطورت وأخذت فورمز كتير طابع مختلف مودرن مودرن، وصار في عندي منها ثلاثة أشياء ووتر فيتشرز أساسية. هون رح اطلب من رنا تمرق لي الصور لحتى اقول انه اول شيء هي الفكره اللي اكثر شيء كلاسيكال عن النافوره المي والفاونتن يلي كثير مرات بيكون داخلها التماثيل. الفيتشر الثاني يلي مستعمل كمان بشكل كثير كبير وهي طريقه مودرنايزد اكثر بكثير اللي هي عم تعجلوا لي بالصور اللي هي البلان دو. واخر صوره يلي موجوده قدامنا هي الووتر فول او الميردو. الميردو اي الحائط يلي بتنزل منه المي بسمكات مختلفه او متعدده وحتى مرات بشكل شلال. دونك هن هدول هن اكثر ثلاثه فيتشرز بنحكي عنهم وتطوروا مع الزمان ليشملوا البلان دو والميردو. اللي لازم اقوله رولا انه واللي لازم المشاهدين يعرفوا انه اي نوع من هيدول الانواع واشكال الووتر فيتشرز اللي خبرتكم عنها ما ممكن يمشوا ولا انه يتموا من دون شغلتين كثير اساسيه اللي هي البامب. البامب هي المضخه يلي بتخلي المي تبرم بقلبها البوند لحتى تطلع من قلب نافوره او من قلب شلال مي. والشغلة الثانية هي الفلتريشن، أي طريقة تطهير المياه لحتى ما تخضر مع الوقت وما يصير فيها الألج اللي عليها تكرير وتكرير الماء. بالضبط. هلا في طريقتين للفلتريشن رح أقولهم كثير بسرعة يلي بتجي أباز دو كلور، من الكلور، وهيدي طريقة مثالية لحتى تكون موجودة بالبونز وبالفاونتنز بالأماكن الخارجية، ولكن بداخل البيت بتضايق لأنه إلا ريحة شوي. لهيك بنلجأ للفلتريشن البيولوجيكال يلي بيكون فيه بمساعدة اللمبة اليو في الالترا فايلت، بتساعد على تكرير المي بطريقة كتير سمبل بيور وهينة. سو دائما هيدا الشق التكنيكال اجباري احكي عنه لحتى نفسر للمشاهدين كيفيه تشغيل هالنوافير المي بكافه انواعها. الشغله الثانيه يلي نحن بنحب نشوفها هي الطريقه، انا وعم بحكي رح يقطع معنا صور بتفرجينا عده حلو. انواع نوافير. الطريقه يلي بحبوا الناس يشوفوها وهي الشقفه يلي بتبين ظاهره للعين هي الانواع البلاط المستعمله، ان كانت بلاطه ميلسي او ان كانت خشنه، ان كانت حتى مصنوعه من غوشي يلي هو الحجر الطبيعي. وحتى الاناره بتلعب دور كثير كبير بقلب هالانواع، الامبيانس او الاجواء الكامله. ديفينتلي هو بارامتر كثير مهم، ممكن تكون ضمن الليد، ممكن تكون مخفيه غير مخفيه الى اخره. نوع البلاط كمان كثير مهم رولا. اللون الاسود مثلا بيعكس بيخلق الميرور افكت يلي بخلي المي على اللون الاسود يبين مثل كانه مرايه بالكامل.
سو كل هيدول الاشياء كثير حلوه انه نعرفهم. اذا بدنا نبين الصور يلي رح يقطعوا معنا هلا رح ننتقل ل في فيديو معنا جوجو في او بدنا نبلش في قبل في بفتكر في كم في بعض صوره الصور. ما هيك مرقوا كلهم فرجيتونا الفونتانا دي تريفي لا بعد بدنا نشوف لا بدنا نشوف فونتانا دي تريفي بدنا نشوف البلاتشيو دانسينج طب يلا بنمرق الفيديو وخلال الفيديو رح يقطع معنا كمان عدة انواع للنوافير يلي منا بتكون مدواية ومنا بيكون بيشتغل على الساوند وعلى الميوزك ومن هون بنعرف كلنا وسمعنا كلنا بالميوزيكال فاونتنز هون عم نشوف الإنارة كمان كيف دخلت على هيك أجواء جمانة كتير منشوفها بالسباز اللي منروح عليهم ليش؟ لأنه بيوحوا بهالاسترخاء الكبير وبهالهدوء وبمجرد ما تسمعي صوت المي وخرير المي بتنبسطروا لهيك وبأثروا على كل الحواس دفنتلي أول شغلة تأثيرهم أنه بيروقونا قد ما نكون معصبين ومنرفزين إذا بتفوتي على بيتك وحطيتي بقلب البيت ولو فاونتن هالقد صغيرة مثل اللي جايبتهم معي عن جد ما بتاخد محل أبدا على طاولة بقلب البيت بقلب الصالون فيك توضعيها وبتحس بهالنوع من لا فوائد بسيكولوجية إيه دفنتلي بتكون هيك عملتي أنت هالزن أمبيانس عندك بالبيت سو ابتداء من هالسمول فاونتنز اللي مبينين عنا وهون بيهم مني كتير احكي عن عامل الصوت هون بيساعدونا كمان الناس الاخصائيين بهالمجال ما تنقوا اشياء فيها صوت مي كتير قوي لانه بدل ما نسترخي بنصير بنعصب من دون ما نعرف ليش يعني انا بفضل نستبدل شلال كبير بقلب البيت بالحائط المياه يلي صحيح. حكيت عنه لانه هيك بتسمعي صوت المي انعم اللي عم نسمعه هلا كتير مريح بيجنن يعني لهيك انا هلا حاسه براحه كبيره انا وعم بحكيك مع انه لازم عجل ما يدهمنا الوقت ميني فاونتنز بينوضعوا باي غرفه بالبيت اي غرفه بس بدك تعبي الباك مي وتشكيها بالكهرباء وخلصت عم يقطع معنا صور رولا عن مثلا هون عند البلاجيو فاونتنز باللاس فيغاس فونتانا دي تريفي هي انا يلي هي من اهم الفاونتنز بالعالم عم بتزتي كوين عم زد كوين وناطره ارجع ولا بعد ما رجعت ان شاء الله شوفي شو كبيره هالفاونتن وشو ضخمه كان عم يتم ترميمها من عده سنوات بتصور خلصوا ان شاء الله ايه هون عم ننتقل للانترنال فاونتنز يلي دخلوا على قلب البيوت هون ضمن بيت مع هندسه لبنانيه والقناطر الثلاثه يلي بيميزوا هندستنا الرائعه فاونتن بقلب صالون مثل ما عم نشوفها من انجل ثاني وكمان مره بتتميز بعده اسبيكتس اذا بدك من الإسلاميك آرت فاونتن للمودرن فاونتنز البسان شغلة أساسية لازم تكون موجودة بالأرض لحتى يطلع منها أو نوافير المي حوض صحيح أو نوافير المي أو شلالات المي هون بشكل مودرن شوي أكثر مع شلال مي داخل تحت شو معنا في ناس بيعتقدوا على قد ما بيحبوا الفكرة أنه يكون عندهم هلا جو بالبيت بيعتبروها كتير معقدة هل هي بالفعل معقدة أنه يكون عندنا نافورة بالبيت أبدا ولهيك أنا جربت عالج هالموضوع الموضوع بطريقه كثير سمبليفايد بدنا نثبت هالشيء للمشاهدين شوفي شو هي هيدا الشيء ممكن ينوضع بالبيت وهي شغله كثير هينه شلال مي صغير بتنزل هالمي ضمن بوند وممكن تكون موضوعه كلها سوا بقلب بوند ممكن تكون معمره من حجار بمجرد ما تعبي هالبوند يلي عم نحكي عنه او الباسان مي بنسبة معينة بيكون في جوات المي هالبامب نعم. يلي هي مضخة المياه تبرم المي بس نوضح هي ذاتها كمية المي بترجع دفنتلي. يعني مش عم نستهلك مي للكبد ابدا هون دور المضخة رولا يلي هي عم تبرم هالمي داخل هال في سيركيليشن وبس بتشكيها بالكهرباء و it is as simple as that هلا طبعا هون فاجئتكم انا هالشلال الصغير في عدة فورمز واشكال وتقنيات لحتى نقدر نستعملها بقلب بيتنا وشغله ولا ابسط من هيك طبعا بردت كل ما كبرت الووتر فيتشر كل ما بيصير في عندها دراسه معمقه اكثر اسم تكنيكال والاسم الديكوراتيف كله بده يندرس بشكل مضبوط لحتى نحن ننبسط بالاند ريزلت يلي ما ممكن ما تعجب حدا لا يلي بداخل البيت ولا من قبل زوارنا يلي بيجوا بيزورونا ما حلو؟
كثير حلوه، بس هيدي كمان إلى اماكن معينه اذا بدنا نختار نحطها داخل المنزل لو جمعنا. اكيد من هون بتجي الدراسه مهمه. الصور يلي عم يقطعوا معنا هن بيفرجونا البوند يلي يلي هو البسن، او خلينا نقولها بالعربي الدارج الطشط اذا نعم. بدك ممكن ينوضع له محل له سماكه معينه، ممكن يجي وذن بلاتفورم نعم. هون عم نحكي عن هذا مثل الموجود عندنا هون على كبير بركي ام نوت شور. مضبوط، هون عم نحكي عن شيء اسمه بريتا بورتي، يعني بيك اند كاري. بتشتري هالقطعه بتعبيها مي، بيكون في بقلبها هالبومب المي اللي مهمتها تبرم المي، وبيكون في عندي او نافوره او ووترفول حسب الموديل يلي انا بدي نقيه واشتريه وتركيبه. ولا ابسط من هيك مثل ما بين معنا باستوديو بالتقنيات يلي فسرت لكم عليها، بس المهم انه نلاقي له السماكه الكامله. ممكن تكون بقلب بلاتفورم اذا تو ليفلز بقلب البيت، او ليفل على التراس عنا او بجنينه، وبمجرد اضافه هالاشياء هدول تركب. هون حدي انا في عندي موديل للبمب يلي هي مضخه المي، وراكب عليها اللي بنسميه النوزل يلي هو الراس البلاستيك يلي بيطلع منه نافوره المي. سو التقنيه كثير سهله رولا، والنتيجه كثير حلوه، فهيدي شغله مع قرب الصيف. جمعنا اكيد كثار عم بيحضرونا حبوا الفكره، ولكن السؤال هو هل نحن بنفسنا بنقدر نعتني بالنافوره بالبيت، او الى متخصص لازم هو يعمل ميتنس عليها؟ اذا عم نحكي عن البيك اند كاري، الاعتماد على الميتنس الفرديه شغله كثير بسيطه. نحن ما لنا بحاجه لحدا يجي من برا ليساعدنا، لانه فيها هالطريقه البومبينج وبرم المي هالقد سهله. فينا بس كل مره كل شهرين نفضي المي ونرجع نحط مي جديده، وهيدا كل شيء نحن بحاجه له. طبعا برجع بقول لك كل ما كبر هالفاونتن او هالبسان طريقه الاعتناء فيه والمينتننس بدها تختلف. هون طبعا حسب الدراسه وحسب بدنا نلجا لمتخصص مثل حضرتك. ثانك يو جمعنا، هيك غيرتي لنا اجواء استوديو، بورتينا بورتكم. بدنا نرجع نوقع طفينا الاي سي من ورا النافوره اللي عندنا، بنشوفك الاسبوع الجاي مع فكره كمان كثير حلوه بديزاين. ثانك يو. وقفي مشاهدينا، وحلقتنا بتكمل مع فاشينيستا.